قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيد قلب يسوع الأقدس. وقد تطرقت الحلقة إلى عدة محاور رئيسية لإيضاح أهمية هذا العيد، حيث ربطت الدكتورة السمعان خلال الحلقة بين عواطف الإنسان وبين القلب. فإلى هناك، استغرقت عبادة قلب يسوع الأقدس قرونا لتصبح احتفالا عالميا. طبعا تعود عبادة قلب يسوع الأقدس إلى القرن الحادي عشر. حصلت القديسة مارغريت ماري ألاكوك رؤى عديدة ليسوع وكلمها عن قلبه الأقدس بين عامي 1673 و 1675، ومع ذلك لم يتم الاحتفال رسميا بعيد قلب يسوع الأقدس في فرنسا. طبعا هي فرنسية ماري مارغريت، إلا بعد مرور 90 عام، أي في عام 1765. في عام 1856 جعل البابا بيوس التاسع عيد القلب الأقدس بمثابة احتفال عام في الكنيسة جمعاء. ثاني نقطة، احتفال بالعيد الأول لقلب يسوع الأقدس عام 1670. في الواقع كان هناك احتفال مسجل بعيد القلب الأقدس قبل ظهور القديسة مارغريت ماري ألاكوك. القديس جان أوديس ألف شعائر، يعني هو تاريخ طويل متواصل من سلسلة من الأحداث. أخذت الزمن زمن طويل، وأخذت هاي المدة، هذا المدة الطويلة من الزمن. يعني نحكي إنه هذا والله من 10 سنين، من 50 سنة، من 100 سنة، هي تاريخ طويل جدا وحافل بتسلسل الأحداث حتى وصلنا أن يكون احتفالا تقليديا شعبويا، يعني بالشوارع صار بالمدن الكبرى وبمدننا العربية، مش بس بباريس وبروما، كمان ببلادنا انتشر بالعالم، ممكن انتشرت في بلادنا، وبلادنا احنا كمان مثبتين بهذا العيد، مثبتين فيه ومنقيم هذا الاحتفال ومنعززه، يعني كمان انه بأهميته. انه اكثر بالدول العربية. نعم. عنا حب، واحنا اكثر ناس عاطفيين يعني العرب. نعم. طبعا القديس جان أوديس ألف شعائر خاصة وأقام قداس احتفالي قلب يسوع الأقدس واحتفل بالعيد في 31/8/1670. نعم. في رين بفرنسا. نقطة ثالثة، يحتفل بالعيد باليوم 19 بعد عيد العنصرة. يتم الاحتفال بعيد القلب الأقدس يوم الجمعة بعد اليوم الثامن من عيد كوريوس كريستي، جسد المسيح. نعم. عيد الجسد اللي احتفلنا، عيد الجسد اللي احتفلنا فيه. نعم. قبل فترة، ويحل يوم الخميس بعد عيد الثالوث الأقدس، أي يحتفل في عيد قلب يسوع الأقدس بعد 19 يوما من عيد العنصرة. نعم. 100%. يعني هذا أنا حبيت أنه أنوه أنه ليش تختاروا هذا التاريخ. هلا بعيد قلب يسوع الأقدس، طبعا هناك قدم يسوع 12 وعدا لأولئك الذين يكرمون قلبه الأقدس. أول إشي، إني أهبهم كل النعم اللازمة لهم في دعوتهم. ثاني إشي، إني أصنع السلام في عائلاتهم. ثالث إشي، إني أعزيهم في أحزانهم وشدائدهم. إني أكون ملجأهم الأمين في حياتهم وخاصة عند مماتهم. خامسا، إني أفيض بركات وافرة على أعمالهم. سادسا، يجد الخطأ في قلبي ينبوع الرحمة الفياض وبحرها الغير محدود. سابعا، إن النفوس الحارة ترتقي سريعا إلى أوج الكمال. ثمانية، إن النفوس الفاترة تحصل على الحرارة. تاسعا، إني أبارك البيوت التي تعرض صورة قلبي الأقدس وتكرمها. وعاشرا، أمنح الكليروس موهبة تليين أقصى القلوب، إنهم يقدروا يعملوا مفعول العبادة أو الإيمان بقلوب الناس، قساة القلوب. 11، من يعمل بهمة على نشر تلك العبادة أكتب اسمه في قلبي ولن يمحى أبدا. و12، إن الذين يتناولون في أول يوم جمعة من الشهر طيلة 9 أشهر متوالية أهبهم نعمة الثبات الأخير فلا يموتون دون قبول الأسرار الأخيرة. طبعا العبادة هذه، مين اللي النعم هذه انذكرت أمام من يسوع المسيح، ظهر لها وحكى مع القديسة مارغريت، لأنه في عدة ظهورات كانت ليسوع المسيح. نعم. للقديسة مارغريت لاكوك، وحكى لها هذه النعم التي أهبها لمن يتعبد لقلب يسوع. نعم. الأقدس. نعم. طبعا في ناس ظلها تقعد تشكك ولا ما تشكك ولا كذا، لكن
فعلا اللي يعني اللي بيستمر بالعبادة أو بالصلاة المستمرة في نعم كثيرة يهبها، مش بس هدول ال 12. نعم يعني ربنا يثبتكم على إيمانكم، عبادة قلب يسوع لمن أراد أن يتعبد لهذا هذه العبادة أو هذه الصلاة موجودة في على الإنترنت، أو صلاة خاصة للتعبد لقلب يسوع الأقدس اللي بحب. في ناس كتير كمان مداومين على صلاة أول يوم جمعة، بروح على الكنيسة لأنه صار كنائسنا كلها مفتوحة يوم الجمعة الصباحا أول جمعة من الشهر لهذه الصلاة وهذه العبادة.